اللي هو رأفت الراوي. اه طبعا دي بنت. اه اوكي انا هنتخبه ان شاء الله. انا هديك السلاح اللي هتجيب بيه مجدي عبد العزيز الارض. لمسه اكتاف. يعني باختصار شديد الفيديو ده متفبرك واللي فيه ده مش انا. ايه تعرف تخلص في دي؟ خلص في دي اشتريها يعني؟ تشتري يا ضيف، انت كنت جاي تسحب 100 جنيه. تعرف تشوف لنا فيها بيعه كويسه وسريعه؟ ولا صاصة اجري هات 60,000 جنيه وادوهم لضيف. شقه ايجار. بس كده خلينا نخلق النقطه السمسار. بس انت عارف يا ضيف ان انا معيش بطاقه ولا اي اثبات شخصيه، فهمني. طب في تجمع دموي صغير ضاغط على مركز المخ هنا، اهو هو ده اللي مسبب لك الحاله اللي انت فيها. اياد مش عيسى جونر اللي اتضحك عليه يالا وتجاب له عربيه مشمومه. احنا لقيناها النهارده في طريق السويس، وتقريبا كده نفس المواصفات اللي حضرتك بلغتها لنا من 10 ايام. تحب اوصلك هناك؟ لا مش عايز اتعبك بقى، انا هتصرف. مفيش تعب ولا حاجه، لسه قدامي وقت. تعالى جو. عامل ايه؟ رفيق. ايوه الراجل رفيق، مالك يوسف؟ انا عملت حادثه. السلام عليكم. وعليكم السلام يا فندم. كنت عايز موبايل وخط لو سمحت. موبايل وخط نوعهم ايه يا حاج؟ اي حاجه بس بسرعه. طيب انا عندي لوميا 620 جديد وكويس جدا. اه هي. طيب بالنسبه للخط حضرتك عندي عروض كتير قوي. مش مشكله على العروض، انا مستعجل بس. طيب ننقي نمره مع بعض، دي النمره دي كويسه؟ اه تمام. طيب اشغله لحضرتك؟ يا ريت. عينيا يا فندم. كام لو سمحت؟ حضرتك 2000 جنيه وعلشان خاطرك 1900. مبروك يا فندم. شكرا. يا فندم ده كتير جدا. مش مشكلة خليه الباقي. وصلت البيت؟ ايه النمرة دي يا يوسف؟ ده رقم جديد، المهم طمنيني وصلت البيت؟ وانا لحقت، ما انا لسه سايباك من شوية. احكي لي انت عملت ايه في الشركة؟ قابلت صاحبك اللي اسمه رفيق ده؟ لحد ما اشوفك اوعي تعتبي الشركة دي مرة تانية. ايه؟ ليه يا يوسف؟ لما اشوفك هحكي لك كل حاجة، المهم ما تروحيش الشركة. يعني مش فاهم حاجة. ممكن تديني عنوان البيت؟ عنوان بيتي انا؟ كده لو مش هيضايقك يعني. انا ساكنة في المقطم. معاك 17 ميدان دجلة. ايه
حلقه مفقوده في الموضوع ده يا جماعه. انا على نفسي ما كنتش فاهم اي حاجه، مش عايز افهم يا جماعه. دلوقتي نفهم، اكيد هو فاهم وبيعمل ايه. ايوه بس احنا اتفاجئنا بالكلام اللي اتقال ده، وده بقى احنا ما اتفقناش عليه. هو من امتى الدكتور بيخ قرر من غير ما يرجع لنا؟ يا جماعه هتفضلوا مبرقيني كده ولا ايه؟ امال يعني يا دكتور حضرتك عايزنا نكون قاعدين عاملين ازاي؟ مش ده كان رايكم من الاول؟ ايوه يا دكتور، بس حضرتك كنت رافض واصرار، وبصراحه مش متعودين من حضرتك انك تغير اي موقف في اخر لحظه. هي مقابله ربابة عز الدين اثرت على حضرتك للدرجه دي؟ بصراحه ايوه، هي من ناحيه اعترفت لي ان مجدي عبد العزيز هو اللي زهق عليا، ومن ناحيه ثانيه ادتني سلاح لاقدر احاربه بيه. سلاح يا دكتور؟ ده اذا كان لنا حق ان احنا نسال يعني. طبعا حقكم. سلاح في الملف ده. في ايه الملف ده؟ ما عنديش اي اجابه لحد ما ادرسه كويس، وانتوا لحد بكره الصبح عايزكم تتابعوا لي كل ردود الافعال على المؤتمر الصحفي اللي انا عملته، وعايز افكار واقتراحات نبيع بيها للناس الحقيقه المتذوقه على حد تعبيركم. ايوه بس قبل الافكار لازم اتاكد ان ربابة عز الدين هي كمان هتنكر، لو ما انكرتش يبقى كل اللي عملناه ده ولا اي حاجه. ما تقلقش من الموضوع ده. تصبحوا على خير. ما قلقش ازاي؟ لسه من يوم كنت رافع علينا فيديو في التلفزيون. انا مش مطمن. Welcome back, madame, to the Georges V. It's incredible how you do that. The words come out, welcome back, but the meaning is completely different. What's the deal? Is that a French thing or a concierge thing? As madame wishes. Your mama. Mabrouk, Gary. Hi. Hi. Hey there. What's your name? When you came to the shanta and came out. Where did you come from? I don't know. مين؟ ديف. ترطل انت من شوية يا باشا. ايه في الباب وراك؟ ماشي. حاجة ولا ايه؟ تعال اقعد. امسك. ايه ده يا باشا؟ دي فلوس عيسى جونيور، روح اديها له بقى. دول ال 70,000 كلهم؟ 60,000 يا واد. معمولتك حلال عليك. طب يا باشا بستغل على ايه يعني؟ ما الراجل مدينا مهلة. بس ما تنساش وانت بتدي له الفلوس تفكروا بعضه. العربية اللي عنده لازم تختفي. ماشي. وايه يا باشا الورقة والشنطة والمسدس دول هما؟ اه صح يا باشا، عندك حق برضه. كلام مالي. بكل حال تشكر يا رياسة. لو عشت أي حاجة بقى ها كلمني. أقول لك الاثنين وأنا هكلمك. سلام يا صاحبي. سلام. باي باي. خارجة؟ أيوه. كده من غير إذن يعني؟ وانا من امتى باخد اذن؟ طب ممكن اعرف رايحه فين؟ لو في سيستم جديد احب اعرفه. نانسي انا عارف ان علاقتنا متوتره من ساعه ما اتجوزت نسمه، انا بجد انا كمان كنت فاكره كده. لكن اكتشفت ان العيب مش في نسمه. يعني ايه بقى؟ العيب فيا انا؟ اول مره امبارح اشوفك بتكتب في التلفزيون. ده ما كانش كدب، دي سياسه. والسياسه خلتك تخون مراتك؟ وتنكر ده قصاد الناس؟ برافو. كمان بقيت تدافع عن نسمه. أنا ما كنتش طايقاها لحد امبارح. لكن مفيش ست في الدنيا تستاهل كده. كلنا بنغلط ولازم نسامح ونغفر. اه، ابقى قول لها هي الكلام ده. لما تلاقيها. نسبة راحت عند أخوها. صحيح ما بتردش عليا، لكن أخوها طمني عليها. طب كويس. أنا كمان نازلة عشان صاحبتي مستنياني. باي باي.
وجبت الرقم ده ازاي؟ اتصلت بيك على الرقم اللي كلمتني منه قبل كده. البنت اللي ردت عليا ادتني رقم واحد اسمه ضيف. هو اللي اداني رقمك ده. انت قلت لحد ان احنا اتقابلنا؟ انت هتشك فيا؟ امال انا اعمل ايه؟ على فكرة احنا لقينا نور. قصدي لقينا جثتها. ماتت؟ اتقتلت. مخنوقة بحبل. يبقى اكيد خلصوا منها عشان هي الوحيدة اللي شافتني. تتكلم عن مين؟ عن اللي عايزين يخلصوا مني. اللي بدلوني بواحد تاني. أنا قلت لك قبل كده إن نهى الوحيدة اللي شافتني. يعني لو كانت شافت الراجل ده كانت هتعرف إن هو مش يوسف رمزي الحقيقي. أكيد عشان كده قتلوها. وأكيد دلوقتي كمان مراقبين تليفونك. ولو فضلنا نرغي دقيقة كمان هيعرفوا أنا فين. وهنعمل إيه؟ عندك استعداد تثق فيا؟ عمياني كده؟ خلي التليفون جنبك. يلا يا بنتي بس فاضله 10 دقايق ويبقى تحت. ما تقلقيش اقعدي اقعدي. وبعدين ما احنا بنروح نترازي في المطار بالساعات. لو فاتنا الاوتوبيس نبقى ناخد تاكسي. كيف بنتي تاكسي؟ انا مش هركب تاكسيات. بتستلفي عربيات بس انت مش كده؟ يوسف معلش انا عارف ان الوقت بدري قوي بس كان لازم اشوفك. اتفضلي مين هنا؟ لبنى صاحبتي وساكنة معايا. يوسف اهلا وسهلا. اهلا وسهلا يا فندم شرفتنا. What would you like to drink sir؟ لا ولا حاجة انا ماشي. طيب اتفضل يوسف. انا مش هاخد من وقت كتير. انا جاي اسيب عندك الشنطة دي امانة. ده لو ينفع ما تقلقيش ما فيهاش غير شوية ورق. بعد ما سبتيني في الشركة رفيق جه وفي الاول استقبلني كويس قوي وبعدين رفع عليا مسدس وكان عايز يقتلني. نعم هو ده اللي حصل. الحمد لله عرفت اخلص من الموقف ده ولميت كل الورق اللي قدرت اخده من الشركه وحطيته في الشنطه دي. انت كده بتطمني؟ انا سهله صدقيني انا مش عايز اورطك في حاجه بس لازم تعرفي ان مفيش حد غيرك دلوقتي اقدر اثق فيه. الشنطه دي لازم تبقى في امان. لحد دلوقتي معيش اي حاجه اقدر اثبت بيها انا مين. يعني محتاج شويه وقت. ومع ذلك لو قلتي لا يعني انا مش هزعل خالص بالعكس انا هبقى متفاهم جدا موقفك. لا خليها. طيب متشكر قوي. شنطه هكلمك لما ترجعي بالسلامه. على اذنك. انت يا بنت انت هتفضلي متنحه كده لحد ما نوصل طوكيو ولا ايه ان شاء الله؟ وقفي هنا انا عايزه اسالك سؤال واحد بس من غير ما تسالي. مش عارفه الشنطه دي فيها ايه؟ وانت ينفع تقعدي كده ما تعرفيش الشنطه فيها ايه؟ مش ناويه تفتحيها؟ لا هلا انت مش شايفه ان كده خطر؟ جايز مش عارفه. اه طبعا معرفش مش عارفه بقى. يلا لا رد هايل ومقنع اقتنعت قوي. اطلع البيت. بيت مين؟ انت هتستعبط تروح امك؟ اطلع على بيت امي. اطلع.
فات يا جو. شوف انت، واحد كان عايز يقتلني وسرق اسمي واداه لواحد تاني، شوف انت بقى تبقى اخرتها ايه. لازم احذرك ان زورك دلوقتي هيكون خطر عليك قبل اي حد تاني. ما تشغلش بالك بيا، خليك في نفسك. ادي انت مسافه السكه لحد ما نوصل للبيت، وبعد كده هتاخد جزائك وبالقانون. عايز قانون؟ اهو القانون قدامك. اتصرف عادي كأن مفيش اي حاجه. باشا رخصتك ورخصة العربية. حاضر، اتفضل. سليمة؟ تمام سليم. على فكرة الشخص اللي قاعد جنبي ما اعرفوش معاه سلاح وبيهددني بيه. نعم يا اخويا. والله العظيم. معاك بطاقة؟ لا معيش. نزلوه، انزل انت كمان. شو العربية؟ ويهدى بقى ان شاء الله. كان بيشوف حطوه في البوكس، خدوه معاه. لا معاك بطاقه ولا باسبور ولا رخصه ولا حتى شهاده ميلاد ولا اي اثبات شخصيه، وعايزني اصدقك يا فندم؟ سبب قلت لسعادتك ان انا ساعه الحادثه اتسرقت، يعني ما عادش معايا اي حاجه. تقوم تتهجم على الناس في عربياتهم بمسدس؟ انا ما اتهجمتش على حد، هو اللي كان عايز يقتلني امبارح في مكتبه. الراجل ده مجنون، هو فعلا اول مره اشوفه كان امبارح بالليل جالي المكتب وتهجم عليا وسرق السلاح بتاعي اللي قدامك واخد الفلوس اللي كانت عندي في الخزنه. عملت بلاغ ساعتها يا استاذ رفيق؟ لا حضرتك، انا شغال في بيزنس كبير وحاجه زي كده ممكن تعمل لي شوشره، اكيد فاهم. يعني السلاح ده بتاعك؟ اه طبعا، وهي الرخصه بتاعته كمان. اتفضل. تمام. وانت بقى يا استاذ يوسف لو كان ده اسمك فعلا، هنفترض ان كلامك صحيح والراجل ده كان عايز يتهجم عليه، ما بلغتش عنه ليه برضه؟ ما ترد يا فندم. اقسم لك بالله البني ادم ده اتعرف عليا فعلا، وهو الوحيد اللي عارف ومتاكد ان انا يوسف رمزي صاحب الشركه اللي هو شغال فيها. الكلام ده تخريف، لو هو فعلا يوسف رمزي صاحب الشركه خليه يقول لك اسم والدته ايه، ولا بجد فاكر الذاكره؟ طيب اتفضل يا استاذ رفيق، امضي على المحضر واستلم عربيتك وانتظر معانا بره شويه لحد ما نكشف على السلاح ونتاكد انه سليم. حاضر، نشوف حضرتك. اما انت بقى فموقفك صعب، هتبات في الحجز الليلادي لحد ما تتعرض على النيابه بكره الصبح. طيب بعد اذنك يعني ممكن اعمل مكالمه من تليفوني؟ والله لو حد يقدر ينجدك ويجيب لك اي اثبات شخصيه اتفضل كلمني. يا دكتور ايمن. كان عايز يشوف امه. ما تقلقش انا هتصرف. زي ما اتصرفت في البيت بتاعت رأفت الراوي. يا فندم استاذ يوسف بقى له اسبوعين في غيبوبه عندنا في المستوصى، وفعلا لما فاق كان عنده مشكله في الذاكره واسترجاع المعلومات. اقول لحضرتك انا ممكن اجيب لك تقرير ممضي بالكلام ده من اكبر دكتوره مخ واعصاب عندنا في المستشفى. اعذرني يا دكتور، كل اللي بتقوله ده ما يثبتش انه يوسف رمزي فعلا. وبعدين انا قدامي لست التهم، سرقه وخطف وشروع في قتل وحيازه سلاح بدون ترخيص، وعذر مرضي زي فقدان الذاكره ما يخلينيش افرج عنك دلوقتي. بالعكس ده سبب ادعى للتحفظ عليك لحد ما تتعرض على كشف طبي. طيب انا ممكن استاذن حضرتك اجيب له محامي دلوقتي؟ ولا اكبر محامي فيك يا بلد يقدر يخرجه الليله دي، بكره لما يتعرض على النيابه هم اللي يقرروا اذا كان ممكن اخلاء سبيله بكفاله ولا لا. القانون بيقول كده. خلاص يا فندم متشكر، انا ان شاء الله بكره اجيب له محامي واكون جبت معايا التقرير. بعد اذنك. اتفضل. ربنا يقويك بقى على ليلتي. معلش يا دكتور تعبتك ونزلتك من البيت. مش قلت لك الناس لبعضيها؟ مش محتاج اي حاجه ثانيه. متشكر يا عن اذنكم. اتفضل. خدوا صور وحرص الحاجات اللي معايا لحد ما يتعرض على النيابه بكره. مش على حاجة، هتفضل معايا. بكرة لو خرجت من النيابة بتدونك. قول إن شاء الله. إن شاء الله. امتين؟ إيه يا لولو بس؟ مش قادر تصبر يا لولو لحد ما الكابتن يكمل لاندنج.
مامتي مستنيه مكالمه مهمه قوي للدرجه دي ولا ايه؟ ينفع تسكتي؟ يوسف يلا حبيبي الغدا جاهز. ماشي يا ستي. يلا ملوخيه في لندن. انت ازاي ما بدوش عليكي في المطار؟ ما انت لو كنت بعتلي اجيلك بدري عن كده كنت هريتك كل يوم من ده بدل ما انت هفتان كده. هفتان؟ مش نرتقي بكلامنا بقى شويه؟ ارتقي انت براحتك، انا مبسوطه بنفسي كده. استني ما ادوق الملوخيه. دي ملخيه بصحيح صحيح الدهن في العتاق. عتاق في عينك. انا بقول على الفراخ. استني ثانيه واحده. مكالمه من مصر. ايوه رفيق. ايوه شفت الصور. استنى هقول لك، في واحده اسمها ربوب عز الدين. البنت دي كويسه قوي قوي. خلص معاها. ماشي يلا هكلمك انا بعدين. يلا سلام. سلام بقى ما تبقاش نازل باكل. سلام. طيب يا ستي بعد ما اخلص الملوخيه الجامده اللي انت عاملاها دي انا هاخدك الفيف في لندن حته حته. ده عشان الملوخيه بس، هوريك البلد دي عامله ازاي. بقول لك ايه يا يوسف، ما ترجع معايا مصر بقى. ستي كلها كام يوم وهحصلك ايه؟ مش قادره تستني كام يوم دول؟ قلب الام. ما انت كان بقالك سنين من غيري، ما قلتيش كده ليه؟ اعمل ايه في الكام شهر اللي فاتوا دول؟ رجعت اتعودت عليك. معلش والله لو كان ينفع ارجع معاك ما كنتش دخلت. كام يوم وهحصلك على طول. تعالي بقى اعزمك على اكل هنا انجليزي ما حصلش. مش الملوخيه الصيصه اللي انت عملتها لي؟ صيصه فشر ده، وانا بطوتش التومه شحقت حته شقه. والله صيصه برضو وكانت بتزحلق زي ما قال سمير غانم. يلا يلا نروح. يلا من النيابة وتجيبهولي هنا فورا. التقرير اللي همضيلك عليه ده عليه اسمي وختم المستشفى، يعني أنا اللي شايلة المسؤولية كلها. يا دكتورة أنا متأكد إن الموضوع فيه سوء تفاهم. بس ما تبقاش متأكد قوي كده. هو أولا ممكن أفهم حاجة يعني شك فيه عشان قربت أتهبل؟ ده هو اللي لازم يشك في نفسه أصلا يا أخي، ممكن العقل الواحد يخونه. إزاي يعني؟ أنا وإنت وأي شخص عادي ممكن نخلق ذكريات ما حصلتش أصلاً علشان نتوازن نفسياً، وممكن كمان نحور في ذكريات حصلت علشان تقدم السن، ما بالك بقى بشخص مش قادر يفتكر أي حاجة عن نفسه. يعني وحضرتك تقصدي إنه ممكن يكون متورط في حاجة فعلاً؟ ممكن يكون الوهم اختلط في عقله بالحقيقة وهو مش حاسس، لأن الإنسان اللي ما يقدرش يفرق بين الوهم والحقيقة ممكن جداً يكون خطر على نفسه قبل ما يكون خطر على غيره. طيب أنا يا دوبك الحق.
انا وكلت له واحد محامي صاحبي. ايمن ما تجيش من غيره. تقرير اهو. حاضر يا دكتور. بلا اصبر. ما ترجعش من غيره يا ايمن. حاضر. هقدر افرج عنه يا باشا. التقرير الطبي قدام حضرتك اهو. مظبوط، لكن ايه اللي يثبت لي ان التقرير ده يخص الشخص اللي واقف قدامي ده؟ دكتور ايمن اللي بعالجه واقف بره ويقدر يشهد. برضه مش كفايه، اسف يا فندم. ممكن ندفع كفاله كبيره لو ممكن. هات لي انت اثبات شخصيه واحد ليه وانا خرجه بضمانه من غير اي كفاله. ما هو اكيد حضرتك ما خرجتش من العدم فجاه يا استاذ يوسف. ولا يا ترى الناس اللي متامرين عليك من عينك برضه تطلع بدل فائد لاي مستند يخصك؟ يا راجل ما تدخلش دي على اي حد. والحل حضرتك؟ ولا اي حاجه. الاستاذ هيفضل معانا 4 ايام استمرار حبس على ذمه التحقيق، وفي الوقت ده انا هحوله لكشف طبي. ولو اتاكدت فعلا ان حالته تستدعي حجز في المستشفى ساعتها بس ممكن نتكلم. ها عملت ايه؟ خد 4 ايام استمرار حبس. ازاي يعني وتاخير الطب؟ ما جابش نتيجه. ابو حميد انت خبت ولا ايه يا عم؟ اتصرف، اكيد ليه حل يعني. سافر بس شوية عند قرايبها في البلد، حبت مشاكل عائلية. طب تعالى بقى شيل شوية، عندنا شغل بالعبيط. عايز اسألك على حاجة الأول. اسأل وقت. فاكر يوسف رمزي؟ اه، وده هنساه ازاي ده؟ انت مش لزقت لي اسمه على ايدي. فاكر البنت اللي كانت معاه؟ اخ، بتجيب من الآخر انت يا عم وائل. شوف يا اخي معناها جرافيك بس كبارة. جرافيك ازاي؟ الدكتور قال انها جرافيك. تبقى جرافيك. شفت بقى التقدم اللي احنا وصلنا له في الجرافيك؟ بجد اموت انا. معاك عنوانها؟ قصدي العنوان اللي اتصور في الجرافيك ده. ايه يا عم وائل؟ انت عايز تاخد لفه انت كمان ولا ايه؟ لا ابدا.
حبه معلومات بس. هي ثقافه حلوه ما فيش كلام. وبعدين هو من السر عم عبده السواق اللي وصل الدكتور لحد هناك ما سابش حد في المكتب ما قالوش. تقريبا عم عبده في الاخر هيطلع هو كمان جرافيك. بسام اخلص مستعجل انت. ها بص، عارف كورنيش العجوزه؟ يا ضيف ركز في اللي اقولهولك. عايزك تجيب عربيه وتطلع معايا مشوار. ايجار؟ ايجار يا ضيف، زي ما جبت الشقه. لا ما تقلقش، هحاسبك المره دي كويس. مستنيك، ما تتاخرش عليا. هو ده العنوان يا باشا. مش هغيب عليك سيدي ولا تغيب، احنا ورانا حاجه كله بحسابه وغالي. ايوه يا استاذ. طلع الانسه رباب عز الدين. حضرتك صحافه؟ لا انا جاي لها من طرف الاستاذ رفيق. لحظه واحده، ايوه يا فندم، واحد جالك من طرف الاستاذ رفيق. من طرف رفيق؟ طب خليه يطلع. حاضر يا فندم، اتفضل يا استاذ الدور التاني. شكرا. عفوا. بص يا بنت، من الاخر كده انا ما عنديش اي حاجه ابكي عليها، يعني انت كده كده ميته الا لو سمعتي كلامي ونفذتيه بالحرف الواحد. ماشي. ماشي ماشي ماشي. حلو قوي، انت زي الشطره كده هتاخديني من ايدي وهتوديني لحد البيت اللي ساكنه فيه امي. اي حركه وساخه هفرتك لك دماغك. لو لبت على الامن اللي تحت ده حس بحاجه او شك فيا هقتله وهقتلك، حتى لو مش انت السبب. ماشي. كم اطلع ضيف. ايه العم اللي انت ماسكه في ايدك ده؟ حارس ودبنيل. ايه ده؟ ايه ده؟ مش دي البت بتاع فيديو سيكو سيكو؟ بقول لك اطلع ضيف. مشوار طلع كده؟ قشطه يا بهوات. اطلع المقطم ولا اطلع على الكبرتاج؟ هتنطلع على فين؟ التجمع الخامس، اطلع التجمع. حلوه التجمع، حته متطرفه برضك. استر يا رب. هيا دي الفيلا. طب انزلي قدامي. تحب اجي معاكو؟ استناني هنا يا ضيف. خد راحتك يا عم. لو قصت حاجه رن لي. ها؟ مكنه مكنه. امشي. يوسف مين؟
يوسف ابنك. في يا ماما؟ رباب مين ده؟ لا حرام عليكي، انت امي وانا يوسف ابنك وده بيتي. ابوس ايدك. انا تعبت قوي قبل ما اوصل لك، ما تقوليش مين ده. سيب ايدي، انت اتجننت. ده انا هطلب لك البوليس دلوقتي حالا. لا بوليس ايه، ده بيتي. حازم ده بيتي غصب عنك. تعالى هنا، رايح فين غصب عن مين؟ اقف هنا كلمني. مين ده يا رباب اللي انت جايباه يتهجم عليا؟ انا هبلغ البوليس دلوقتي حالا. هو ايه اللي بيحصل؟ في ايه يا ماما؟ ومين ده؟ معرفش يا يوسف، معرفش.